بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بما اننا في فيديو هنتكلم فيه عن رياض محرز وسعيد بالرحمه، فحابب ابداه بحاجه كده على باب جوارديولا. كلنا عارفين ان جوارديولا بيحب اللعيبه الاسبان وبيخاف شويه من اللعيبه الانجليز. تقدر تقول ان هو يعني تيكا عنصري، يعني هو تيكا يعني مش قوي يعني. اما الناس اللي بتتكلم ان هو بيكره اللعيبه العرب والافارقه، فالكلام ده مش حقيقي، وموضوع يا توريه مش حقيقي برضه، لانك الموضوع مش زي ما هو. وايتو الكلام بتاع ان هو كان بيكره ايتو، هو كده كده كان جاي وعايز يمشي ايتو ورونالدينيو وديكو. هو قال كده في الكتاب بتاعه ان هو كان عايز يخلص منهم باي طريقه، وان ايتو كان بيحاول ان هو يعمل كبير على لعيبه برشلونه بعد ما رونالدينيو وديكو ما مشي، وقصص كتيره قوي بيتكلم فيها على ايتو. اما يا توريه فانا ما اعرفش قصه رياض توريه كلها. اما قصه رياض محرز اللي انا عايشها قدام عيني، فبشوف فيها حاجات العجب بصراحه. بشوف ان اوقات بيظلم رياض رغم ان هو بيكون واحد من اهم لعيبه الفريق، واوقات تاني بيحط ثقته في رياض، واوقات ثالثه بيبقى قاعد كده نفسه يطلع حد يلعب مكان رياض. يعني اوقات ما بفهمش بيب جوارديولا عايز ايه بالظبط، يعني ولا اي حد بيشجع مانشستر سيتي عارف بيب جوارديولا عايز ايه بالظبط. عكس ديفيد مويز وسعيد بالرحمه، ديفيد مويز جاب سعيد بالرحمه من برينتفورد، وكان عارف كويس قوي ان هو هيفرق معاه، وكان عارف كويس ان هو محتاج ياخد فتره يتعرف فيها على الفريق ويقعد على الدكه وينزل من خلال ربع ساعه او ثلث ساعه، وبعدها نبدا الموسم الجديد وسعيد بالرحمه يكون واحد من اهم اللعيبه اللي معايا. وفعلا ديفيد مويز عمل كده بالظبط. السنه اللي فاتت سعيد بالرحمه كانت ادواره قليله مع الفريق، السنه دي سعيد بالرحمه بياخد ماتشات كتير. واللي انا سامعه على سعيد بالرحمه انه بيأدي ماتشات كويسه جدا، لان انا بصراحه ما بتفرجش على ماتشات ويست هام، يعني ما عنديش خلق اقعد اتفرج على ديفيد مويز ولا المهاجم بتاعهم مايكل انتوني اللي انا كل ما اشتريه في الفانتازي يتعور او يتطرد ده. فموضوع متابعه ماتشات ويست هام، لا ويست هام من ساعه ما ديفيد مويز ما جه كان في بلان وكان في خطه ان ديفيد مويز هيجي الفرقه هتضحي بموسم، وبعد كده الموسم اللي جاي هنبدا نشتغل على نضيف وهنبدا نشتغل وندور على مركز. وقد كان على فكره، يعني ديفيد مويز دي السنه الثالثه تقريبا، السنه الاولى ليه كان اداء سيء وكان الفريق اقرب للهبوط، بعد كده السنه الثانيه الفرقه عملت كامباك وكانت بتنافس على صعود دوري الابطال، ودي السنه الثالثه مع ديفيد مويز، فالفريق مستقر مع ديفيد مويز. واعتقد ان ديفيد مويز لقى الحل اللي كانوا بيدوروا عليه الاداره بتاعت ويست هام يونايتد. فسعيد بالرحمه في مواجهه رياض محرز حاجه كلنا بنتمناها النهارده، الا لم يكن بيب جوارديولا بيفكر ان هو يلعب كوره برمر ناحيه اليمين. يعني دي حاجه ممكن بيب جوارديولا يضرب لنا في حته في الاحلام والطموحات بتاعتنا. بس انا عن نفسي نفسي جدا ان انا اتفرج على رياض، وعلى الناحيه الثانيه سعيد بالرحمه، زي كده ما كان نفسي ان انا اتفرج على رامي بن سبعيني في مواجهه رياض محرز. في حاجات كده يبقى نفسك تتفرج عليها كمشجع عشان خاطر تستمتع انت بالصراع العربي ده. انما في مدربين كده بيقرروا ان هم يهبدوا، مش هفرجك اللي انت عايزه ليه يا اسطى كده رخام. طب ما انت بتلعب في الكهرباء، ان هو مفترض انك تدي للرياض والتاني يدي لسعيد بالرحمه، لان هو بيلعب السيتي خسر 7 ماتشات قبل كده قدام بيب جوارديولا. فانت مفترض يا عم مويز انك تلعب باللعيبه الاساسيه بتاعتك، ما تجيش تالف وتقول لي هدي للعيبه الاحتياطيه. مش ناقص حرق الدم يا جماعه، ما تخنقوناش معاكم، لعبوا رياض ولعبوا سعيد بالرحمه عشان احنا عايزين نشوف كده. معلش يعني ده الكلام اللي كان في بطن الواحد يابا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك او اعمل اي حاجه عزيزي. بس قصه بيب جوارديولا دي انا متاكد منها بتاع موضوع صامويل ايتو ده.